بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الى الابد امين. الحقيقه احبائي هذا هو اليوم الذي صنعه معنا الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. قبل ما اقول كلمه شكر عايز اقول كلمه اعتذار. اعتذار اني تاخرت كثيرا. أنا ليا 7 سنين في أسيوط. كان مفروض ما تم ده يكون في السنة الثانية مش في السنة السابعة. فأنا بعتذر للسماء أني تأخرت كثيرا أن يكون هذا المكان الذي وطأته قدم السيدة العذراء وابنها القدوس. أن يكون هذا المكان الذي وطأته قدم السيدة العذراء وابنها القدوس يليق بمجد هذا المكان. العائلة المقدسة قعدت في الدير المحرق 185 يوم، مش كده يا سيدنا؟ يعني 6 أشهر و5 أيام. وظهر الملاك للعائلة المقدسة ليوسف وهو في الدير المحرق انه يرجع الى اورشليم او يعني الاسرائيل. ففي طريق الرجوع عدوا على هنا وكان في فتره الفيضان، فالناس كانت بتقعد في الجبال فوق وجوم هنا قعدوا اياما قليله، واحنا بنقول 5 دقائق بس تكفينا. وباركوا هذا المكان وأصبح هذا المكان مكانا مقدسا يحج إليه ملايين المسيحيين. بل أكبر احتفال بيقام في الكنيسة القبطية بيقام هنا في درونج. أكبر احتفال بيقام في الكنيسة القبطية بيقام هنا نتيجة بركة هذا المكان. فإحنا نشكر إلهنا الصالح الذي أتى بنا إلى هذه الساعة بالوضع الجميل اللي احنا فيه ده. نقرأ في سفر حجي النبي بيقول ايه؟ مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول قال رب الجنود. مجد مش جمال، مجد. مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول قال رب الجنود. وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود. وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب الجنود. أما كلمة الشكر يا أحبائي، طبعا أولا نشكر إلهنا الصالح لأنه كل الناس اللي اشتغلوا في المغارة يتكلموا إزاي إيد ربنا في الشغل، تفاصيل كثيرة جدا. أنا كتبت بعضها، إيد ربنا في الشغل. فنشكر إلهنا الصالح ونشكر أمنا العذراء صاحبة المكان والتي باركت هذا المكان، التي أعانتنا على هذا العمل المقدس. نمرة 2 أو نمرة 3، نشكر قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني الذي أرسل لنا رسالة بمناسبة هذا اليوم العظيم. يقول قداسة البابا في رسالته: بركة كبيرة وعمل جيد تكييف المغارة، لأن حرارة الجو المرتفعة تحتاج هذا التكييف بعد ترميمها. بيقول تعيش وتعمر وتريح الناس في عبادتهم وتسبيحهم، أيضا تحقق حلم المتنيح المطران الجليل الأنبا ميخائيل. لأن سيدنا أنبا ميخائيل حاول كثيرا لتكييف المغارة. في مرة من حوالي قبل ما يتنيح بيمكن 10 سنين جاب تكييف صحراوي كبير جدا بس كان صوته مزعج للغاية،
ومرة تاني مهندس جي كبير من مصر حاول يعني، لأنه طبعا زي ما انتم شايفين المغارة ملهاش غير الباب الرئيسي والباب ده فقط. فكان حلما له. فبيقول أيضا تحقق حلم المتنيح المطران الأنبا ميخائيل، وبركة العذراء تسندكم وتبارك خدمتكم وتفرحكم بكل ثمر صالح مع خالص محبتي وكل إمنياتي لكل الشعب المحب للمسيح بأسيوط. فدي رسالة قداسة البابا، فخالص الشكر له وربنا يخلينا سيدنا ويباركه ويباركنا بكل بركة روحية. أما أصحاب النيافة اللي نورونا النهاردة، أنا من الفرح زي ما بيقول الكتاب المقدس ما أحلى أن يجتمع الأخوة معا. هما طبعا أبائنا الأجلاء، إنما وجود الأباء الأجلاء معنا النهاردة، احنا معنا النهاردة 14 واحد من أعضاء المجمع المقدس وبضعفي يبقى 15. وجود الأباء النهاردة الحقيقة أنا من كتر الفرح اللي في قلبي عمال أسيطر على مشاعر، مش عارف أسيطر على مشاعر. يرأس هذا القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل الأنبا ويصة مطران البليانة. ونيافة الأنبا ويصة احنا أولاده من زمان، أول مرة تقابلنا سنة 75 من 45 سنة في ملاوي. من سنة 76، هو ترسم 75 ونيافة الأنبا بيمن في ملاوي تجلى 76، ويعني في قصة كده دي بيني وبينه. وتاني واحد يباركنا نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة. وسيدنا أنبا مرقص يعني هو يعرف وأنا أعرف ما مدى العلاقة العميقة اللي بيننا، من 30 سنة بس، يعني من سنة 91. سيدنا أنبا مرقص يباركنا بكلمة العظة إن شاء الله. ثالث واحد مباركنا النهاردة نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملاوي وأبونا. طبعاً تعرفين أنا أساساً من ملاوي، وسيدنا بنعتبره أبونا وهو يعني بركة المكان. ولا أنسى الجلسة اللي قعدتها مع سيدنا قبل ما أروح الدير، فاكر كل كلمة، بل كل كلمة سيدنا قالها لي كانت بتعتبر منهج حياة. رابع واحد يباركنا النهاردة نيافة الحبر الجليل الأنبا أغابيوس أسقف درمواس ودلجة. سيدنا أنبا أغابيوس احنا كنا عايزينه بس يجي بدري شوية، بس الوقت اللي بيجي فيه هو المظبوط برضو، يعني زي زمان في مرة قصة كان دايما بيحكيها البابا شنود الله يناح روحه، ان الأنبا دوماديوس مطران الجيزة مرة راح الكنيسة متأخر شوية، فأبونا بيقول له يا سيدنا المعاد، قال له ايه للمعاد الساعة 6؟ أنا لما باجي تقول كزمروت ونبتدي، فيعني سيدنا ما تأخرش ولا حاجة فوق راسنا يعني. ثم يباركنا نيافة الأنبا توماس أسقف القوسية ومير. سيدنا أنبا توماس له فكر متميز وأب جليل، وتربطنا محبة شديدة جدا. ثم يباركنا نيافة الأنبا غابرييل يعني شقيقنا وحبيبنا. ثم نيافة الأنبا غابرييل أسقف بني سويف. ثم يباركنا نيافة الأنبا استفانوس أسقف ببا والفشن وسموسطة. وأنبا استفانوس يعلم ما مدى العلاقة العميقة اللي بيننا، وربنا يديم المحبة يا رب. ثم يباركنا نيافة الأنبا إسحاق أسقف طمع وتوابعها. نيافة الأنبا إسحاق أول مرة يباركنا في هذا المكان، وأنا الحقيقة فرحان جدا بتشريفه لينا النهاردة. ثم يباركنا نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، ويعني الدير المحرق والدير عندنا هنا يعني روح واحد. ثم يباركنا نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.
انتوا بتجيبوا بتعمل زوم ولا لا يا حبيبي؟ اوكي ماشي. يباركنا نيابة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، وهو من الآباء الأحباء جدا الذين انضموا للمجمع المقدس أخيرا. ثم يباركنا نيابة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، ونيابة الأنبا أرسانيوس أساسا من أسيوط، يعني ما بين أسيوط وأبنوب يعني، وقعد الربيطة بتاع دير مريمينا سنين عديدة جدا، دير مريمينا المعلق يعني من المنطقة يعني. ثم يباركنا نيافة الأنبا ساوفيلوس أسقف منفلوط وتوابعها، وده يعني دلوقتي أسيوط ومنفلوط يعني حتة واحدة يعني كده وقلب واحد. ثم يباركنا نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبي قرقاس وتوابعها. نيافة الأنبا فيلوباتير أساسا من الدير المحرق، وسيما أسقفا على أبو رقاص في مارس اللي فات، ودايما يقول لي دير العذراء في درونكا ده لي مكانة في قلبه، لأنه كان طالب هنا في أثناء يعني دراسته الجامعية، كان طالب في أسيوط هنا وكان يتردد على الدير كثيرا. ثم يباركنا نيافة الأنبا فام أسقف شرق المنيا، ونيافة الأنبا فام أنا قلت له أنت دخلت قلبنا كده يعني زي السكينة في البسبوسة كده يعني. الحقيقة وجود الآباء الأجلاء معانا يعني تاج على رأسنا، وعمل لليوم يعني مكانة عظيمة جدا. ربنا يباركنا بصلواتهم ويحفظهم كده كل الأيام ويخليهم لشعبهم، ونقوم بما علينا أمام الله كل الأيام. أما بالنسبة للموارة، أول واحد أنا هشكر يعني أصحاب البيت هخليهم للآخر، بس أنا هشكر في الأول. أول واحد أشكره المهندس مجدي رفلة، أستاذ الدكتور المهندس مجدي رفلة، وهو اللي عمل التصميم بتاع تكييف المغارة. هو الهواء طالع منين؟ الهواء طالع منين؟ شايفين يعني طالع منين؟ أصل درجة الحرارة بره النهاردة 42.5، فلما تكون درجة الحرارة بره 42.5 كلنا في أكتر من 2000 في المكان وقاعدين في راحة، عملية ما كانتش سهلة، موضوع كبير قوي. احنا لينا سنة بنشتغل، ابتدينا نشتغل بعد صوم بعد عيد العذراء السنة اللي فاتت، وآخر باب كان بيركب الساعة 10 بالليل امبارح، يعني لغاية 10 بالليل كنا بنركب باب. فيعني موضوع ما كانش سهل، انه يدخل الجريلات بتاعت التكييف من هذه الفتحة وتلف المكان كله، موضوع مش سهل. ونشكر مع المهندس مجدي رفلة الأخ إيهاب وكل الناس اللي اشتغلوا معاه. ثم شكر خاص للأستاذ الدكتور جرجس الجولي، أستاذ الدكتور جرجس أساسا من الجولي هنا في منفلوط يعني من المنطقة، بس هو أستاذ النحت الميداني والفراغي بكلية فنون جميلة جامعة المنيا، لأنه بعد ما حطينا الجريلات بتاعت التكييف ما كناش عارفين نغطيها إزاي، قعدنا شهرين قلنا نجيب حجر زي الحجر بتاع الجبل ده، وعلى مدى شهرين بيجي نوع من الحجر، وما ما يعني مرة يجيبوا حجر أبيض مرة يجيبوا حجر رمادي ما وما ما نفعتش، لغاية ما الأخ عماد اللي هو المسؤول عن الإزاز المعشى في دير مريمينا بإبيار، هو اللي قال لي في واحد اسمه الدكتور جرجس هو اللي هيغطي لك المغارة دي. وجاء الدكتور جرجس وزي ما انتوا شايفين كده، ما تعرفوش بقى الهوا طالع منين كده، يعني حاجة بصراحة ربنا يباركه ويبارك كل عمل تمتد إليه يديه. طبعا بنشكر كل الناس اللي معاه. ثم شكر خاص لتسوني سوسن اللي رسمت هذه الأيقونات،
اديني ودي يا حبيبي الكاميرا على الايقونه دي. اول ايقونه ايقونه السيده العذراء وهي على الاتان او على الحمار وهي جايه لينا هنا. العائله المقدسه وهي جايه من القاهره لغايه هنا جت على الاتان. فدي اول ايقونه. الايقونه الثانيه العائله المقدسه وهي عايشه في المغاره. لعلكم تلاحظوا الحجر ان هو المغاره والعائله المقدسه قاعدين وفي طبق في عيش وفي ازازه ميه وفي زير وهي عايشه في المغاره. الايقونه الثالثه الدير من ورا الباك جراوند بتاع الدير. جبت الايقونه الثالثه حبيبي اللي جنبيها. في اتنين ملائكه ملاك ماسك الايه بتاعه من مصر دعوت ابني وملاك تاني ماسك الايه مبارك شعبي مصر. مبارك شعبي مصر ومن مصر دعوت ابني. الايقونه الرابعه هنا هات يا حبيبي الصوره. الايقونه الرابعه هنا العائله المقدسه وهي بتغادر المكان لانه غادرت المكان بالمركب وده السبب اللي خلت العائله المقدسه تيجي هنا علشان تاخد المركب من اسيوط وترجع بيه. هم جم بالاتان ورجعوا بالمركب. الايقونه الخامسه ايقونه العذراء الملكه جنب المدخل. وانتوا داخلين كده هتلاقوا ايقونه العذراء الملكه. والحقيقه تصوني سوسن انا دايما بقول هي ليست فقط فنانه ولكن ليها علاقه قويه جدا بربنا وده تاريخ في دماغي. فعلاقتها القويه بربنا بتطلع مع فنها وتطلع هذه الايقونات الجميله. اللي نشكره بعد كده الاستاذ ممدوح فليب. ابن المكان استاذ ممدوح ابن المكان وكان ابنا خاصا للمتنيح الانبا ميخائيل. استاذ ممدوح كان دايما ليه لمساته معانا كده في كل موقع وخاصه في الاضاءه. لعلكم تلاحظوا ان الاضاءه كلها اضاءه اندايركت. الاضاءه دي خدت مننا مجهود كبير جدا جدا جدا. ومع الاستاذ ممدوح بنشكر الاستاذ سعيد والاستاذ مساعد استاذ سعيد ومساعد اسحاق اصحاب شركه الناصره للاضاءه الكهربائيه ومعهم مهندس صغير كده اسمه أبانوب وكل الناس اللي اشتغلوا. هو النور اللي فوق ده مش عارف جه ازاي ولا لونه ايه ولا خد مجهود كبير جدا عشان يطلع النور بالإضاءة بهذه الطريقة المتميزة جدا طبعا. آخر واحد نشكره الأستاذ سامح شكري وأعضاء المكتب الهندسي للإبرشية. الأستاذ سامح ما كانش بينام يعني وكان سايب شغله وقاعد هنا عشان يشرف على كل الحاجات دي وهو كان المايسترو بتاع الشغل كله. ومعاه المهندس بيشوي والمهندس رامي. وطبعا نشكر جدا عم حمدي للرخام ونشكر عم نسيم وبشوي ولاد المكان هنا في أعمال الحدادة كانوا شغالين مع الدكتور جرجس خطوة بخطوة. نشكر الأخ روماني وعماد في أعمال الكهرباء. نشكر الأخ ناجح في أعمال الزجاج. آسف نادر نادر ويجعلك ناجح يا رب يعني نادر وناجح ونادر أعمال الزجاج لأنه إحنا كان سيدنا الأنبا ميخائيل دايما يقول ده مخدع السيدة العذراء وده مخدع القديس يوسف النجار. فإحنا عملناهم بالزجاج علشان المكان اللي تبارك بوطئة قدم السيدة العذراء ورب المجد عملناهم بالزجاج علشان يعني
نحتفظ بالمكان اللي تبارك به بوطئة قدم رب المجد ومن العذراء. وطبعا نشكر كل الذين تبرعوا، بس دول مش هنقول أسمائهم عشان دي حاجة بينهم بين ربنا. وما ننساش نشكر المهندس محسن على كل أتعابه في الدير، يعني وانتوا شايفين كده في تطورات كثيرة جدا ولمسات جمالية كثيرة جدا من أول البوابة لغاية الآخر. ما ننساش تعب المهندس محسن وكل الناس اللي معاه. أنا أطلت عليكم، ولكن ما أحلى أن يجتمع الإخوة معا. ومرة تاني أنا بقدم اعتذار للسماء أني تأخرت 7 سنين، واعتذار للناس لأن احنا قفلنا المغارة سنة، وانا عارف مكانة المغارة في قلبكم ايه وفي قلبنا كلنا. فاحنا قفلنا المغارة سنة ودي ضيقة الناس، انما ربنا يجعل ابواب الكنيسة دايما مفتوحة كل الايام. سيباركنا بكلمة العظة نيافة الحبر الجليل جدا الانبا مرقس. وان شاء الله النهاردة بعد صلاة الصلح هنقوم برسامة أبونا بشوي قمصا. أبونا بشوي طرح من سنة 80، يعني ليه 41 سنة، فأنا أجلت رسمته لغاية ما نقوم برسمته في هذا اليوم العظيم. وأنا بصلي أنه تكون المغارة في مجدها هذا سبب بركة وعزاء وتوبة لكثيرين من الناس. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد، آمين.